صبحكم الله بالخير ويوه الخير. هاي اليوم في زيارة إلى شلال ترملباخ. المواقف طبعا مواقف في الخلف، هذه الصندقة تأخذ منها التذكرة، الشخص الكبير 12 فرنك، وفيه عربة توديكم فوق، أو أنك تبغي تركب بريولك على الدرج، لكن أنك خذ العربة وانت طالع، وانت نازل إذا تبغي تمشي انزل على له لأنه متعب نوعا ما. يلا وراي واحد واحد. هذا وادي له تربية. شلالات ترملباخ اللي في وادي لو تربيان. هاي طبعا عدة شلالات صب في مكان واحد، 5 أو 6 شلالات. الحين حاليا ينابيع فقط بدون أمطار، بدون أمطار. رهيب رهيب. ترملباخ التقاطات صباحية من شلال ترملباخ الاتجاه إلى شلال ستوباخ. نكمل مشينا. حياكم الله وبياكم من نهر ذيب العتيبي في انترلاكن ابو عمر. ذيب العتيبي ما شاء الله نار على علم. هذا النهر سميناه باسمه. هذا خارج انترلاكن يعني رمية حجر في الطريق إلى بيتنبرغ. تحملوا من الطيح، تحملوا وانتو تمشون في هالأماكن تطيحون، خلوا بالكم. هذا النهر، وتقدر حتى تقدرون تمشون فوق، تنزلون وين تبغون تنزلون، على اليسار وعلى اليمين. هذا النهر اللي جنب انترلاكن. هذا المطعم اللي فوق في القمة، قمة لونجيرن، وهذه لونجيرن وبحيرة لونجيرن.
هذا التلفريك ما أنصحكم يا إخوان تجون هالمكان، لأن طريق متعب نوعا ما وما في هذاك الواو الشيء اللي يجذب الواحد. الطريق متعب، ومن حسن الحظ أن الأبهار مو موجودين ومودينهم فوق، أخذت راحتي في التصوير. فما أنصحكم تجون، أنا جاي هني بس للتوثيق فقط. أروح الحين وادي هذاك، نعم أنصحكم وبقوة، خلكم معاي. معزوفة سويسرية تقليدية أصيلة، يرحبون فيها كذا في الناس اللي جايين لكم معاي. هاي الاطلالة، وفي اوتيل طبعا تحت الرطم، هذا في اوتيل. وهذا الجزء الثاني من الكوفي، وهذه الاطلالة الرهيبة، ويجيك هواء عليل بارد من هالجبال. هذه التقاطة بانورامية، شوفون على يميننا بحيرة ثون، وانتر قصدي آسف بحيرة برنس وانتر لكن، وعلى يسار هناك بحيرة ثون مصوبة الثانية. انتر لكن معناته التقاء البحيرات، هاي معناته بالألماني. ملكن غريندلوول سويسرا، تشوفونها هاديه لكن تنقلب عصبيه في دقيقه في ثانيه. التقاطة ثانية في الاتجاه من انترلاكن إلى معبر سوستنباس، يعني هذا الطريق ممكن يختصر لكم إذا كنتم متجهين إلى لوغانو. ومعبر طريق جبلي لكنه جميل جدا، ودائما أنصح فيه. خلفنا قرية ميرينغن واللي فيها الشلال الجميل، زائد فيها متحف شارلوك هولمز. هذا جزء من الطريق الجبلي اللي يودي ناحية وادي الطبيعة. اسمه روزنلاو. اول ما توصلون وادي روزنلاو فيكم هالبوابة، تدفعون 4 فرنك حق 12 ساعة،
8 فرنك حق تقريبا 16 ساعة، يكفي يعني 4 فرنك يكفي. وحطوا معاكم أفضل شيء تجيبون معاكم خردات، عشان هالمكينة هني تحط فيها تطلع التذكرة، حطها على الطبلون، وين توقف حطها على الطبلون. نزلنا في وادي روسنلاو انترلاكن، نواصل. تنزل ما عرفت وين ننزل. وادي الطبيعة روسنلاو انترلاكن سويسرا. انترلاكن وادي الطبيعة روسنلاو. أهم مكان في وادي روسنلاو هذا المكان، هذه الخوانق، وهذا اسم الوادي روسنلاو. ولازم من تجي في هالوادي لازم تزور الخوانق هاي، فيها شلالات وفيها أشياء حلوة، دخولها بعد بثمانية. من الاستقبال في مقهى تأخذ تذكرة وتتوكل. هذا الشلال يستقبلكم. بعد الدخول نواصل. هذا رأس الشلال.
واصل تصويرنا خوان روسنلاو. نواصل تصويرنا وبها الغابة الحلوة. نواصل تصويرنا. تصويرنا واصل تمشينا في النهر، والله الريول تجمد تجمد من البرودة. فيها المسافة هاي تقدرون توقفون وتنزلون على النهر، تقدرون تفصلون بعد هني، تجيبون فالة، تجيبون شيء قهوتكم. نازلنا في وادي روسنلو، هذه حظاير الحيوان البكة كرمكم الله، أوقات تشوفونهم يرعون هني. صراحة أكثر من رائعة. في عربة المرسي، هذا الجسر الحديدي اللي جنبها، هذه الشلالات اللي
تحت. هذا هو الجسر الحديدي. والقيم يداعبنا وصلت العربة. هذه العربة. هذا الجسر الحديدي. هذا الشلال اللي في هذا الوادي. هذا الوادي فيه بحيرة تجميع ينتجون منها الكهرباء. نرجع إلى العربة. هذه المحطة والعربة توصل لنا هني وتطلع في انحدار تقريبا 95%. هذا الجسر الحديدي يمكن الدخول له مجاني والانتقال إلى الطرف الثاني. هذه هي العربة وحين دورنا نركب. تحركت العربة. بحيرة ديلمرسي بس الضباب مغطي. الضباب هذه بحيرة يجمعون هنا فيها المياه هذه وينتجون منها الكهرباء. تصوير ما ينفع فيها الأجواء هذه. التقاطة في النزول. تجول شوية قبل لا تيجي العربة. حالات يوم الغيم نازل. الجسور الحديدية حالات يوم الغيم نازل. شلال مدينة ميرينغن اللي قريبة من انترلاكن. كل 20 دقيقة. شوف
وهالطريق السري للوصول لأقرب نقطة. هذه أقرب نقطة للوصول للشلال. زين إن وقت أمطار يشوفون شوية قوي. شلال مدينة ميرينغن، هذا قبل أطلقنا عليه شلال أم الورد. تبعد عن انترلاكن 20 دقيقة، وخيار مناسب للسكن. ما زلنا في بلدة ميرينغن، وهذا شلالها المميز. الأجواء اليوم ما عليها كلام صراحة، روعة روعة، عوضتنا عن 3 أيام سابقة. اليوم الاثنين افتكر 15/8. قربة المحقق. متحف شارلوك هولمز في بلدة ميرينغن انترلاكن سويسرا. طبعا هذه الشخصية ليس لها وجود، القامة المؤلفة والدكتور الاسكتلندي كونان هو من قام بتأليف هذه الشخصية. هذا هو المكتب. بحاول أصور حق السناب. السناب مشكل عندي الصوت فيه. هذا متحف شارلوك هولمز. متحف صغير جدا. المبنى صغير جدا. في مقتنيات محقق. هذا المؤلف والدكتور السير كونان سكوتلندي هو من قام بتأليف هذه الشخصية الخيالية. من الأماكن الجميلة في انترلاكن أماكن كثيرة يعني، وهذا واحد من الأماكن اللي تمشي هني. وين البوت السريع، البوت الأحمر، بحيرة برنز، أول بحيرة برنز، بعدها طبعا تمشي شوي توصل انترلاكن، كسنتر انترلاكن. هذا الممشى الحلو، مجموعة كثيرة من الفنادق هني. هني ممكن تشربون كرك بعد. شوف هذا كان عندهم اليوم كرك. شوفوا الممشى محلاته،
اليلسة هني هاي نجابل هالبحيرة نواصل. انترلاكن سويسرلاند هذه التغاطة من التلفريك وهذه قرية لونجيرن وهذه بحيرة لونجيرن. الشمس في ويوهنا سموحة منكم. هناك المطل الشهير مطل بحيرة لونجيرن. مقتطفات من الطريق السويسري في الطريق إلى مدينة بلدة أنجلبيرك، وهذه الأجواء اللي أكثر من رائعة، أجواء دولية أولمبية على الآخر. بلدة أنجلبيرك، أول ما تدخل البلدة تجيك البحيرة الجميلة هذه اللي تحت قمة تتلس، تلفريك جبل تتلس. هذا دائما الثلج فيه صيف وشتاء. من أعلى القمم السويسرية هذا النهر الجميل، نهر فيرزاسكا اللي صب في بحيرة ميجوري قريبة من اللي عليها مدينة لوكارنو ومدينة أسكونا السويسريات، طبعا المتحدثين باللهجة الإيطالية. هذا النهر يصب فيها البحيرة، بحيرة ميجوري، جزء بسيط منها حق سويسرا وأكثر عن الثلثين لإيطاليا.